بالفعل جمال، نتحدث عن أكثر من 80 صاروخا أطلقت منذ الصباح باتجاه الشمال. في ساعات الصباح أطلقت رشقة من 50 صاروخا باتجاه مستوطنة كاترين، هي مستوطنة مقامة على أراضي وسط الجولان السوري المحتل. حزب الله قال أنه استهدف قاعدة صنوبار، لكن إسرائيل تنفي هذا الاستهداف للقاعدة وتدعي أن الاستهداف كان استهدف المستوطنة بشكل مباشر. اعترضت عددا من هذه الصواريخ، لكن 5 قذائف صاروخية على الأقل سقطت على المستوطنة وأدت إلى أضرار في المباني وأدت إلى إصابة شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة، وأيضا اندلاع حرائق هناك. وذهب بنغفير وزير الأمن القومي المتطرف ليطالب بشن هجمات على لبنان وشن حرب للانتقام لهذا السقوط الصاروخي على كاترين. ليس فقط بنغفير، رأينا العديد من التصريحات التي تطرقت إلى جبهة الشمال، بينها لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة عندما كان في قاعدة رماد دافيد لسلاح الجو في مرج ابن عامر. هذه القاعدة وردت في الفيديو الثالث لمسيرة الهدهد التي نشرها حزب الله في محاولة لأن يقول بأن كل ما ورد في إطار هذه الفيديوهات هو في إطار بنك الأهداف. نتنياهو قال إن سلاح الجو هو قبضة حديدية لدى إسرائيل الهجوم على الخاصرة الرخوة للأعداد، وأنه اطلع على الاستعدادات لكافة السيناريوهات دفاعا وهجوما، وتطرق بالمجمل إلى الاستعدادات على جبهة الشمال. أيضا جالانت من محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة أطلق تهديدات وقال إنه يجب النظر إلى الشمال في هذه الأثناء. إذن إسرائيل تحاول أن توحي بأن جبهة الشمال تتحول إلى جبهة مركزية في إطار هذه الحرب. تماما هذا ما قاله يوأف جالانت وزير الأمن يوم أمس عندما قال إن ثقل ومركز العمليات العسكرية ينتقل تدريجيا من الجنوب من قطاع غزة إلى الشمال. إسرائيل ترسخ هذا الادعاء الآن، ويبدو أن السقوط الصاروخي على المستوطنة تضعه إسرائيل في سياق استهداف المدنيين، وبالتالي هي تهدد بالرد على ذلك. وهذا ما قاله أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي ادعى أن حزب الله أطلق 50 صاروخا باتجاه مستوطنة كاترين وهي منطقة سكنية يقطنها 8000 إسرائيلي، وأن الجيش سوف يرد بما يتلائم مع ذلك. هذا يذكرنا بحادثة مجدل شمس حيث سقط صاروخ على ملعب كرة قدم واستشهد 12 طفلا وفتى عربيا سوريا جراء سقوط هذا الصاروخ. حزب الله نفى أن يكون هذا الصاروخ هو يتبع لها. إسرائيل اتهمت حزب الله بأنه هو من أطلق هذا الصاروخ وذهبت باتجاه شن عدوان على الضاحية الجنوبية في بيروت واغتالت القيادة الأرفع عسكريا فؤاد شكر. بالتالي ما نعيشه اليوم يذكرنا بتلك الحادثة والكثير من التهديدات المتعلقة بأن إسرائيل سوف ترد بقوة على حادثة وعلى سقوط الصواريخ على مستوطنة وسط الجولان السوري المحتل. إلى جانب ما جرى في الجولان، نتحدث عن إطلاق صواريخ باتجاه إصبع الجليل من خلفي محيط كريات شمونة، أيضا رصد سقوط لصواريخ باتجاه رموت نفتالي بالجليل الأعلى، وسقوط 5 قذائف صاروخية في زرعيت بالجليل الغربي. بالتالي توالي العمليات جمال، وكل ذلك على وقع الكثير من التهديدات الإسرائيلية.